وفاة المؤرخ المرزباني. في هذه السنة توفي المؤرخ محمد بن عمران بن موسى المرزباني، إخباري مؤرخ أديب، أصله من خراسان، ولد ونشأ ببغداد، وكان مذهبه الاعتزال. قيل فيه أنه كان جاحظ زمانه، له كتب كثيرة متنوعة، منها المفيد في الشعر والشعراء ومذاهبهم، والأزمنة وأيام العرب والعجم، ومعجم الشعراء، وأخبار البرامكة، وأشعار الخلفاء، وأشعار النساء، وغيرها كثير. توفي عن عمر ناهز 84 عاماً.